يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الكلام ده بيقوله للصحابة، بيكلم فيهم: بينما أنا أسير في الجنة إذ بي أسمع قراءة. أنا ماشي في الجنة كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم فيهم، سمعت لي صوت قراءة. أنت قايلة أرسل له بين القرآن يعني، إذ بي أسمع قراءة. والله يا جماعة زول ممكن يقعد يسمع، يقرأ الجريدة كلها من الغلاف للغلاف، ولا يقرأ له قصة بتاعت يعني كاتبة زول من مخه ده، تلقى مستمتع يقول لك والله كملته في يوم واحد، ويستثقل أن يقرأ صفحة من كتاب الله. ده عنده مشكلة كبيرة بالمناسبة، عليه أن يسعى في علاجها، يتضايق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: بينما أنا أسير في الجنة إذ بي أسمع قراءة. فقلت: قراءة من هذه؟ دل هذا على أنها قراءة لم تكن معهودة لسمعه عليه الصلاة والسلام، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قراءة عبد الله بن مسعود، أبو موسى الأشعري، كبار القراء عند الصحابة، فمعناها قراءة غير معهودة لآذانه. فقيل لي: إنها قراءة حارثة ابن النعمان. قالوا: ده حارثة ابن النعمان. اتخيل حارثة ده عنده من الأعمال قدر شنو؟ صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهد معه، قام الليل، صام النهار، أي عمل صالح أنت بتتوقعه في ذهنك عمله. لكن مع اللستة والقائمة الطويلة دي بتاعت أعماله دي، في هذه اللحظة ما ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملا واحدا، وهو قال عليه الصلاة والسلام: فتذكرت بره بأمه. قال لما قالوا لي دي قراءة حارسة، أول حاجة خطرت لبال النبي صلى الله عليه وسلم طوال شنو؟ قال: فتذكرت بره بأمه. فقلت، ده النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: كذلكم البر كذلكم البر. حارث ذا كان بيعمل شنو؟ مش يقرأ في السيرة على منه بلاء عند الذهبي رحمه الله، قال: كان حارث يقول: إن كنت أفلي رأس أمي، بفليل رأسه، يقعد جم رأسه كده فليله، وأدهنه لها ومسحه لها، وأطعمها بيدي، أكل بيده. والله يسي يمر الأسبوع بعينه ما يشوفها، خبره ما يخطو. الأخيرة دي بقى عجيبة كله. قال: وكنت لا أستفهمها، يعني لو قالت لي يا حارسة أعمل كده أو في كده وأنا ما سمعتها، ما بقول لا يا والدة قلت شنو، مش ده بأدب، مش كونك تقول لأمك أنت ما سمعتها، قلت لا يا والدة معلش انت قلت شنو، الكلام ده فيه حاجة يا جماعة، ده ذاته ما بيعمل. قال: حتى يخرج إخوتي خارج الدار فأقول لهم ماذا قالت أمي آنفا. أمي قبل كان بتقول في شنو؟ أسي يقول لا يا حاجة، أنا كلمتك 100 مرة، الموضوع تبعدي منه بعيد، ما تدخلي، أنا ما دار أسمع صوت في الموضوع ده مع أمه. والله بعض الناس يتعاملون مع أمهاتهم معاملات أنا أعلمها ويخبرني بعضهم بها، والله حاجة مؤلمة ما بتتخيلها. والله لقد عايشت أحدا من الناس ما يمر به يوم إلا ويدخل على نفس أمه من البؤس والشقاء ما لا تتوقف دمعه. يوم يوم دي بتبكي بسبب، أنا بعتبر الزول اللي عنده خروقات في باب الأم ده عنده انتكاس في الفطرة، لأنه الناقة بتراعي جناح والغنماية بتراعي جناح، يعني ده خلاف الفطرة أصلا. الأب ممكن تكون عندك معه مواقف، تكون في حاجات فتعذر أحيانا يمكن ببعض الأشياء، لكن الأم هذه لأن أصلا حياتها كلها معاك، الرصيد بتاعك الحنية والعطف والشفقة كده. عشان كده السلف كانوا بيقولوا: بر الوالدة بشنو؟ بالإشفاق، وبر الوالد بالإنفاق. أمك تبرها بشنو؟ أصبحت كيف يا حاج الليلة؟ ما شاء الله شايف وجهك منور، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك، عندك حاجة، حاسة بحاجة، محتاجة حاجة، دايرة شنو؟ شفقة، ما دايرة منك أي حاجة من جيبك ده، هي ذاتها لو أنت داير بتدي، والله تقطع من جسمه. لكن اللبو المكانات دي ما بتشيل فيه، يا حاجة صبحت كيف؟ ويقول لك يا ود بطل حركات وجيب القروش. عشان كده السلف كانوا واضحين معك، قال لك الوالدة برها به الإشفاق، تعصر لك رعاية والنساء تتفقدها، الوالد بالإنفاق، إن رسلت المعلوم مو داير يشوفك ذاته بس خلاص.